بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد النهارده، هنعمل مع بعض الرز البسمتي. الرز البسمتي عباره عن توابل. انا حاطه له هنا المنكهات بتاعته، ادلومي، ومعايا كمان قرنفل اهو اللي هو بيسموه المسمار، ومعايا قرفه، ومعايا حبهان. هبدا بقى ان انا اعملهم في الزيت كده واحمصهم شويه، بيطلعوا الريحه بتاعتهم. معايا هنا توابل كبسه او رز بسمتي، يعني تروحي برضو تجيبي التوابل دي من عند العطار. ومعايا لون زعفران، ده هيعمل لون جميل جدا للرز، بس مش هنحط البودر ده الا لما نخلص بس اللي احنا هنعمله. معايا هنا بقى ايه، حطيت هنا، ضفت معايا بصلايه متقطعه اهي، هدبلها بقى كده، ولما تبقى بتبدأ تصفر هنزل بالرز. التحميرة بتاعت التوابل اللي هي اللي بحالها دي بتعمل ريحة جميلة قوي في الأول. فنبدأ بقى نحمر البصلايه معايا كده. طبعا مش عايزينها تتحمر قوي. بس لازم ندبلها علشان ما تبقاش القطع يعني ايه تخينه وكده، عشان احنا مش عايزينها تظهر، وهي اصلا في الاخر مش هتحسوا بالبصل خالص، ولا هتحسوا انه موجود في قلبه بصل. بدأت هنا هي خلاص تدبل خالص، هبدأ بقى احط لها فلفل اسود، شوية فلفل اسود، وهحط لها بقى التوابل بتاعة الرز او الكبسة. انا جربت لها توابل الكبسة دي جميلة جدا. وحط بقى شوية، نحط شوية ونجرب اللون هيبقى ايه، عشان ما نحطش كتير ويبقى اللون مش كويس. هبدأ بقى طبعا الرز هنا انا نقعاه، غسلاه ونقعاه نص ساعة. هنزل بقى عليه كده بالرز، واديله بقى تشويحة. شوفوا شايفين اللون لسه كمان ما اندمجش وجميل. Thank you.
طبعا هنشوحه شويه. عايزه تزودي شويه لون مفيش مشكله. كده انا حطيت له ميه اهو، يا دوبك برده بيبقى عقله الصابع كده فوق الرز، وهبدا بقى احط له ملح. نشوف ملحنا، هغطيه بقى لغايه ما يغلي. وارجع لكم تاني ان شاء الله لما يكون استوى كده وبقى جميل. في المرحلة دي ممكن انت تضيفي عليه زبيب واي مكسرات انت عايزاها، بس انا عندي بيحبوه من غير مكسرات، فانا هعمله سادة لان انا حطيت له زبيب قبل كده، وعندي نص ونص، نص بيحب الزبيب ونص لأ، فحبيت ان انا افضل ان انا هعمله كده. انتظروني عند السوا بقى ان شاء الله. شايفين بقى الجمال والحلاوة، شايفين التوابل بتاعته، مفلفل جدا وجميل جميل 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 اهو. نبدأ بقى نشيل اللومي منه كده، هنشيلهم الطبق بس. شايفين جماله وحلاوته، مفلفل. اي حاجة هتقابلنا بقى من اللي هما كانوا صحاح بقى، اللي هي التوابل الصحيحة نشيلها. هنغرف بقى، نجيب طبق كده حاجة وهم، الولاد بيحبوه جدا جدا. طب ليه ما نعملش الحاجة اللي ولادنا بتحبها عشان ياكلوا ويشبعوا؟ انتوا عارفين الولاد اكلهم وحش جدا، ما بيرضوش ياكلوا اي حاجة، فاحنا نعمل لهم الحاجة اللي بيحبوها. هشيل بقى الحلة اهو، شايفين جماله. نحط بقى كده التزيين طبعا، وهنشيلها تاني. شايفين بقى الجمال والحلاوة، شايفين حاجة وهم. ما تبخلوش على ولادكو، اعمل لهم اللي هم عايزينه. طبعا انا عملت في فيديو تاني البانيه الكذاب، وهينزل لكم في فيديو تاني اهو. وعملت معاه بيض المدحرج ده اهو زي ما انتم شايفين، عملت سلطة بلدي، وعملت البيض المدحرج ده، وعملت البانيه الكذاب. شايفين الحلاوة والجمال بتاعه، شايفين اللي هو بطاطس عملتها زي البانيه الكذاب. الطريقة برضو هتلاقوها على القناة عندي، هينزلوا. مش عارفة الرز هينزل الاول ولا البانيه، بس لو عجبكم بقى الفيديو بتاعي وبكل الحاجات اللي انا عاملاها، تنسونيش في لايك وشير واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. مع السلامة. فضلا وليس امرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.